السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي قدامكم هنا نبتة الأفوكادو، زرعناها قبل تقريبا سنة وما شابه، بس مثل ما تشوفون هي بسندانة طبعا، والسندانة صغيرونة. فبهذا الفيديو أريد أنقل هاي النبتة، خليها بهاي السندانة الأكبر مثل ما تشوفون، لأن مسافة أكبر يصير مجال للنبتة تمد جذورها إلى آخره، أحسن من هاي الصغيرة. وأنا شوية أدغال طلعت، لازم هم نقضي عليها. طبعا بما أننا راح ننقل النبتة من سندانة صغيرة إلى سندانة أكبر، يعني راح نحتاج إلى تربة أكثر، لأن يعني التربة الموجودة بهاي السندانة قليلة ما تكفي. ولهذا السبب اشتريت لني كيسين مال تربة خصبة، نوعيتين مختلفات حتى اخبطهم. نفتحهم نشوف راويتين التربة شلون صايرة. خلي اقرب لكم الكاميرا حتى تشوفون بوضوح. شوفوا هاي هي التربة الخصبة. التربة الزراعية مفروض تكون بهذا الشكل، شوفوا، غنية بالمواد العضوية من مخلفات النباتات والحيوانات، بقايا الأغصان والأوراق إلى آخره. هسه إذا تروح للغابات المدارية تلقى الأرضية تقريبا مثل هاي التربة مالتها. يلا خلينا نبدي نخلط. بسم الله، أول شي نخلي من هاي التربة. وهسه نسوي طبقة ثانية من التربة الثانية. تعلموا التخلط عدل. كافي من هاي النوعية، هسه نرجع للنوعية الثانية ونخلط حتى تصير طبقة وطبقة. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار كتبوه بخانة التعليقات أسفل هذا الفيديو، وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة أجاوب عليها. طبعا ما راح أترسل السندانة، بس أخلي طبقة بالأسفل، بعدين نخلي النبتة ونخلي دائرة ما دائرها. والله خلينا نشوف هذا كافي هسه ولا لا، شنو رايكم؟ كافي ولا بعد شوية؟ بعد يراد لنا شوية حفنة حفنتين وها هي. هاي هي كافي، هذا كلش كافي. هسه شنو نروح نطلع النبتة من السندانة حتى نزرعها هنا. هاي النبتة. خلينا نشوف بالله شلون نقلعها بدون ما نموتها. والله اذا قلبناها يمكن احسن شوية، اسهل نسحبها سحب.
قوية. خلي أوخر الكاميرا عن الطريق. خليها هنا حتى هم تصير اللقطة أوضح. وخلي يشوف والله قوية ما تنسحب. خلي يحاول يركب كربة حتى بنت تسحبها. اخيرا طلعنا. شوف الجذور شلون متكدسة بهذا المكان الضيق. هسه خلي نخليها ببيتها الجديد. خلي نقعدها عدل، نتأكد ماكو فجوات هوائية بالأسفل. دخل تراب منه. وخلي نرخي التربة بالجوانب حتى نعطي نشاط للجذور حتى تنمو بالتربة الجديدة. أما الآن نغطي الجذور بالتربة الجديدة. نتخلص من بقايا الأدغال كي لا تنمو ثانية.
هاي هي كافي تراب. شوفوا هذه واحدة من أهم الأشياء في التربة، دودة الأرض تساعد على خصوبة التربة. خلينا نغطيها. هسه الخطوة الثانية هي تسييج. ولهذا الغرض نحتاج مشبك، كتر، ومقص حديد. خلي نقص لنا قطعة بالحجم المطلوب. ما هي قص ما في فايدة، ناخذ الكتر احسن. أما الآن سنقوم بتغطية التربة. قد يتساءل البعض ليش نغطي التربة؟ الجواب ببساطة هو إذا ما غطي التربة البزازين راح تستغل التربة لأغراض أخرى. بوضع هذا الشبك هنا البزازين ما راح تقدر تسوي أي شيء. هسه خلينا نخيط الفتحة هاي بالسيم حتى ما تنفتح. هاي هي خلصنا والحمد لله. هسه بالله خلنا نختبر فعالية السيم بردع القطط. مبين عليه ما عاجبه، يعني نجحت العملية.
طبعا هاي النبتة زرعناها من بذرة، بذرة أفوكادو قبل سنة أو أكثر، ونمت وكبرت وصارت هالكبر هالشجرة كاملة. إذا كنتوا حابين تعرفون طريقة زراعة الأفوكادو من البذور، كتبوا تعليق أسفل هذا الفيديو حتى نشوف عدد المهتمين إيش قد، حتى أسوي فيديو بالمستقبل إن شاء الله. شكرا على المتابعة، أخوكم أبو داود.